الكل تضرر من حرب الميليشيات الانقلابية في تعز، حتى التعليم. منارة الشعوب لم يسلم، فقد سعت الميليشيات الانقلابية إلى تدميره بوسائلها المتنوعة والمختلفة. لقد تضرر القطاع التعليمي في مدينة تعز ضررا كبيرا بسبب للأسف الشديد يعني احتلال جامعة تعز. أولا تقريبا كل مباني جامعة تعز احتلت من قبل الميليشيات، وتم إيقاف التعليم منذ أكثر من عام. المدارس أيضا توقفت داخل مدينة تعز بكل مستوياتها. فمن وجع الحرب يبرز المجلس الطلابي الوطني ككيان مستقل يسعى إلى المساهمة في بناء الوطن وترسيخ قيم المدنية لتحقيق الشراكة والمواطنة المتساوية. واليوم نحن نشهر هذا المجلس لكي يكون لنا كيان يطالب ويرفع صوتنا إلى العالم أجمع. من أجل اليمن، العديد من الشهداء والجرحى قدم هؤلاء الطلاب في سبيل الدفاع عن مدينتهم، مؤكدين عزمهم على المضي قدما لبناء الوطن بكل الوسائل المتاحة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.